فرص يومية للأمطار الرعدية على مرتفعات الغربية في قادم الأيام، وإلى التفاصيل في 60 ثانية. يوم الثلاثاء متوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية الماطرة في فترة ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتترافق بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ويصحبها حدوث الرعد، ويحتمل تكون بعض السحب المحلية الماطرة ولكن بشكل محدود على مرتفعات مكة والمدينة المنورة وتبوك. أما فيما يخص يوم الأربعاء فتتكاثر السحب الركامية مجدداً على العديد من المرتفعات الغربية ولكن بشكل متفرق للغاية، وتترافق بهطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح الهابطة. وتجدر الإشارة إلى أن آخر التحديثات الجوية تفيد باحتمالية اتساع تدريجي في رقعة السحب الماطرة اعتباراً من يوم الخميس، وتكون هذه الاتساعات لعدة أيام مع ارتفاع لفرص تشكل السيول وجريان الأودية. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.